صوت شجي نادى منادي التفقه والتضارس من بلاد سجيل ماسة، فنفر من كل بلاد المغرب فرقة من أهل العلم والفقه وطلاب التفقه، مستبشرين مستهدين بآيات القرآن المجيد، ملبين لواجب إعادة الاعتبار للقرآن الكريم وتجديد الصلة وتعميق المعرفة به وتعميم فهمه إلى أكبر شريحة من الناس. من عدة مدن مغربية جاءوا، يتقدمهم علماء وأساتذة أجلاء ورؤساء مجالس علمية محلية لكل من مدن مكناس وصفر وقرسيف وبلمان وأزرو وبني ملال وميدلت وورزازات وتنغير، قاصدين حضن مدينة الراشدية الدافئ ليشهدوا منافع لهم ويتدارسوا كتاب الله ويتفقهوا فيه. إذ احتضنت قاعة فلسطين يوم السبت والأحد 20 و21 ذي الحجة 1434 هجرية، 25-26 أكتوبر 2013 ميلادية، ملتقى سجل ماسة الرابع للقرآن الكريم في موضوع القرآن الكريم فقها وتفقها أساس البشارة والنضال. كما أن هذه التظاهرة الدينية الكبرى تعتبر مناسبة لإحياء أمجاد هذه المنطقة العريقة، مهد الدولة العلوية الشريفة التي كان للقرآن دور فعال في جمع شملها، نظراً للعناية الخاصة التي يحظى بها القرآن الكريم لدى أهل تفيلالت دراسةً وتحفيظًا وتعليمًا. وإن إشراف المجلس العلمي المحلي للراشدية على تنظيم هذا الملتقى الذي يعرف مشاركة عدد كبير من العلماء الأجلاء يعتبر خير دليل على الدور الذي تطلع به هذه المؤسسة الدينية في تأطير الحقل الديني وإرشاد وتفقيه المواطن في أمور دينه، مع ما يكتسيه كل ذلك من ترسيخ لقيم ديننا وإرشاد ديننا المتلى العالية للتسامح والتكافل والعمل المنتج، والتي تنعكس على المجتمع وتسهم في الحفاظ عليه وضمان تماسكه وتنميته. ولتحقيق هذا المطلوب المرغوب لا بد من فقه كلام الله والتفقه بكلام الله، والتفقه كما يقول أهل اللغة على وزن التفعل، وفي ذلك دلالة على المكابدة والمجاهدة لحصول الملكة في المجتهد فيه عموماً وفي الفقه خصوصاً. ومن أهم مقاصد التفقه بالقرآن الكريم إشاعة نفس الخير في الناس وبين الناس، وإرشادهم إلى صراط الله المستقيم. افتتح الملتقى الذي نظمه المجلس العلمي المحلي بالراشدية في جو مهيب وجمع غفير يردد في خشوع آيات النفير إلى التفقه في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعلى سنته الحميدة كرم المجلس العلمي المحلي بالراشدية ثلة من الوعاظ والواعظات والمحفظين والمحفظات المتطوعين في بعض مساجد الإقليم، بالإضافة إلى توقيع شراكات مع بعض هيئات المجتمع المدني. و
ومما سرني كثيرا يعني حسن التنظيم والحضور المكتف للجمهور، جمهور الرشيدية رجالا ونساء، والسادة الأئمة والخطباء والسادة العلماء والباحثين. هذه الاتفاقية كتجي كإطار عام للتعاون ما بين المجلس العلمي المحلي مدينة الرشيدية، واللي كنحاولوا أننا ناخذوا منه واحد مجموعة ديال الاستفادة كبيرة، بحكم أن المجلس العلمي كيتميز بالخبرة ديالو وبالعمل ديالو الدؤوب اللي كان سابق في هذا الميدان هذا. كنتشكر المجلس العلمي باسكو يتاح على الفرصة نتقال واحد قد جوامع تجربة وين كنت مزوارو ديال الواحد يونف أشبارو كدور مزوار أشبارو ديال كونيف يعني تقال الدروس تشلحيت تقال تعرف تعاود خص تشلحيت. أنا اللهم لك الحمد يوفق ربي سبحانه وتعالى. محور ملتقى سجل مسا الرابع للقرآن الكريم والذي كان موضوعه القرآن الكريم فقها وتفقها أساس البشارة والنظارة، تناوله العلماء الأجلاء والأساتذة الأفاضل بالدراسة والتحليل على مدى 4 جلسات علمية، وهي جلسة الفقه والتفقه في القرآن الكريم المفهوم والمقاصد والمجالات، جلسة الفقه والتفقه في القرآن الكريم مظاهر وأسباب وثمار، جلسة فقه القرآن الكريم أساسيات وشرائط وموانع، جلسة الصدور عن القرآن فقها وتفقها الواقع المشهود والأمل المنشود. فالمقام الذي هو أعلى من مقام فقه الأحكام هو أن يفقه العالم بعد الأحكام عللها الكبرى، مقاصدها، مناطاتها، هذا الحكم لماذا، ما علته، ما مناطه، ما مقصده الذي روعي. لأنك حينما تفقه المقاصد، وهذا منتهى الفقه، حينما يعقل الإنسان مقاصد الأحكام وعللها ومناطاتها فإنه يكون قادراً على التنزيل. فكما نحتاج فيه إلى صلب العلم، نحتاج فيه إلى رقة القلوب لتتلقى صلب العلم. فإذا رأيت القرآن يتلى بين أظهرنا ولا يترك أثره إما علي أو عليك أو عليه أو عليها، فاعلم بأن القضية ليست في القرآن وإنما في المحل الذي وجه إليه القرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وبالموازاة مع أشغال الملتقى، نظم المجلس العلمي المحلي بالراشدية في مراكز وقرى الإقليم 16 محاضرة في 16 مسجدا من تأطير ضيوف الملتقى، وبالدعاء القلبي الخالص ابتغاء التوفيق والسداد في القول والعمل اختتمت الجلسات العلمية لملتقى سجل مسا الرابع للقرآن الكريم. توجتها الجلسة الختامية التي شكر فيها رئيس المجلس العلمي كل من ساهم في إنجاح الملتقى، وتلي خلالها البيان الختامي وبرقية الولاء والإخلاص لأمير المؤمنين، واختتم الملتقى شكلاً على أن تبقى معانيه وروحه تسري في النفوس، فعلاً يتجسد شعاعاً يرشد الأمة إلى الفقه والتفقه في كتاب الله. يا رحاب القرآن سمع.